لازم تعرف اولا علاه الناس يستعملوا اجهزه نتاع قتل الباعوض في المستشفى. هذه عمرنا ما طرحنا السؤال. السؤال هو كاين مئات الالاف تاع الذباب منتشر داخل المستشفى، وهذا يرجع للنظافه والناس يحموا نفسهم هذا. ثم على بعد كيلومتر او كيلومتر نص كاين موقف تاع الابل، كان المفروض انه السلطات المحليه تلقى حلول لهذا الامور. فكون انه كاين ذباب كبير الناس تستعمل هذه الالات، وبالتالي لازم حلول اخرى.